اسمع بعد ما تصلي على حبيب قلبك محمد. احد المشايخ بيقول في يوم من الايام دخل علي راجل يبدو عليه علامات الغنى، ومش اي غنى، راجل بس تشوفه من هيئته كده تقول ده الراجل ده معاه فلوس ما تقدرش تعدها، يعني حاجة بسم الله ما شاء الله. دخل على الشيخ وقعد قدام الشيخ، قال له يا عم الشيخ، قال له نعم، قال ألم في يد اليسرى، بالله عليك تسمع بقلبك، ألم في إيد الشمال احتار فيه الأطباء وما نفع معه دواء. ومش عارف اعمل ايه يا عم الشيخ، الاطباء قالوا مالكش حل عندنا، اخد دواء زي ما باخدش والالم بيزيد. قال له طب ايه المطلوب مني؟ قال له عاوز حضرتك ترقيني، انا راجل عندي شركات وعقارات واراضي، يمكن محسود او معمول لي عمل. صليت على حبيب قلبك محمد. الشيخ بيقول قرأت عليه الرقية الشرعية، وبما أنني رجل متخصص في العلاج بالرقية الشرعية فقلت له ما بك شيء، لا من حسد ولا من عمل. قال له ازاي يا عم الشيخ، ده أنا الألم اللي عندي بقول لك احتار فيه الأطباء وما نفع معه دواء. قلت يبقى الحاجة اللي عندي دي يا إما أنا محسود يا إما معمول لعمل يا عم الشيخ. قال له زي ما قلت لحضرتك، أنا قرأت عليك الرقية الشرعية وما بك شيء من حسد ولا من عمل، مش معمول لك حاجة ولا أنت محسود. فقام الرجل الغني من أمام الشيخ فيقول ارتحت بعض الشيء. ليه؟ ببركة القرآن. قال الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. خلي بالك، ارتاح بعض الشيء وازداد الألم فوق الألم. رجع للشيخ بعدها بكم يوم، قال له عم شيخ الألم عمال يزيد. قال له طب اعمل ايه؟ قال له اقرأ علي الرقية الشرعية تاني. فقرأ عليه تاني مرة، ثم قال له الشيخ والله ما بك شيء لا من حسد ولا من عمل. قال له بس القرآن ريحني بعض الشيء. وسابوا الرجل الغني ومشي، ثم رجع إلى المرة الثالثة وكانت الأخيرة، فقال له الشيخ بك داء احتار فيه الأطباء وما نفع معه دواء. فقال الرجل نعم. فقال الشيخ والله لا بد أنك قد ظلمت أحد. فقال الشيخ والله لا بد أنك قد ظلمت أحد، عشان ربنا يبتليك البلاء ده. قال له ازاي بتقول لي كده، انا ما ظلمت احد. خلي بالك، ويبدا بقى من علامات الكذاب ويقول له ايه، وما اكلت حق احد. والراجل الغني الشيخ بيقول لك زهق عليا وسابني ومشي. فقال والله بعدها باسبوع رجع الرجل الغني وقال يا شيخ جئت اليك هذه المره وما أشتكي من ألم ولا من وجع برحمة الله. إيه السبب؟ اسمع بعد ما توحد الله. الشيخ قال له أنت إيه حكايتك بقى، أنت حيرتني معاك، إيه الحكاية وإيه القصة؟ قال له يا شيخ لما أنت قلت لي إن الألم اللي عندك احتار فيه الأطباء وما نفع معه دواء لابد أنك ظلمت أحد. قال والله فدبت الكلمات في قلبي فتذكرت أن كان لي أرضا، عندي حتة أرض وجيت أبني عليها شركة
فالمهندسين اللي بيصمموا الشركة قالوا محتاجين قطعة أرض كمان جنبها، فالقطعة التي كانت بجوار أرضي كانت لأم أرملة مات زوجها وكانت ترعى يتامى لسه أولادها أطفال صغيرين، فعرضت عليها أن أنا أشتري الأرض فرفضت، أغرتها بالمال فرفضت. قلت لا، الوضع ده ما ينفعش معايا، أعمل إيه؟ قال لك زورت عقودات بيع وشراء وكانت كل حاجة تثبت إن الأرض دي بتاعت اليتامى بتاعت الأرملة، كل حاجة تثبت إن هي أرضي، ومش كده وبس، وكملت بناء الشركة على أرض اليتامى ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال له بعدين، قال له خرجت من عندك عرفت مساحة قطعة الأرض اللي أنا خدتها بتاعة اليتامى دول وقدرت ثمنها وأخذت المال، ثم ذهبت إلى الأرملة أم اليتامى وقلت لها بالله عليك سامحيني، والأرض بتاعتك أدى حقها وعلي الضعف كمان، ثم طلبت منها أن تدعو الله لي كما دعت الله علي. في البداية قالت له يا رب، لما أخذ الأرض بتاعتها قالت يا رب إنه أظهر علي قوته فأرني فيه قوتك، إنه أظهر علي قوته فأرني فيه قوتك. قال له والله يا عم الشيخ، وأنا من بعدها إيدي الشمال ده فيها وجع احتار فيه الأطباء وما نفع معه دواء، ولا أنام بالليل ولا أرتاح بالنهار. اديتها الفلوس حق الأرض واديتها ضعف الفلوس وطلبت منها تسامحني، وقلت لها بالله عليك ادعي لي زي ما دعيت علي. فقالت يا رب اللهم كما دعوت علي وأصبته بالداء فأدعوك الآن يا ربي وأدعو له أن تنزل عليه الشفاء. فقال والله خرجت من عندها ما أشعر بأي ألم بقدرة الله. فقال والله خرجت من عندها ما أشعر بأي ألم بقدرة الله. وقلت لك دلوقتي يا عم الشيخ وصحتي ما شاء الله وما بي أي ألم. اللي انت ظلمته خف من دعوته، واللي انت أكلت حقه خف من دعوته، واختك اللي انت أكلت حقها وميراثها ظلم خف من دعوتها عليك، وولاد أخوك بعد ما أخوك مات أكلت حقهم وميراثهم ظلم خف من دعوتهم عليك، وجارك اللي انت ظلمه خف من دعوته عليك. تعرف ليه؟ لأن رسول الله قال اتقي دعوة المظلوم فليست بينها وبين الله حجاب.